بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هذه الكلمة بعنوان وقفات مع سورة الناس. هذه السورة سورة عظيمة، وهي سورة الناس، سورة مكية تميزت بالجمل القصيرة والفواصل مع قوة الألفاظ والإيجاز في العبارة، وهي سورة عظيمة جليلة تتكلم في بيان جلال الله سبحانه وتعالى وعظمته جل وعلا، وأنه هو المالك للناس، المدبر لهم، الذي بيده عصمتهم من الشرور المحيطة بهم، فهو سبحانه وتعالى المستحق للعبادة دون أحد غيره. فهذه السورة سورة عظيمة، مما جاء في هذه السورة سورة الناس بيان شرف الإنسان، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الناس، فعطف لفظ الناس على لفظ رب، ليدل هذا على مزية بهذا المخلوق وهو الإنسان. تسمى هذه السورة سورة الناس لأنه تكرر فيها لفظ الناس، لأنه تكرر فيها لفظ الناس، وهي من السور المهمة في كتاب الله عز وجل. وكتاب الله جل وعلا كله مهم، لأنه كلامه سبحانه وتعالى، إلا أن أهمية هذه السورة يتبين من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يتعوذ بها وينفخ بها على جسده عند نومه، كما ثبت ذلك في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. وأيضا يتبين أهمية هذه السورة العظيمة من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان يعوذ بهما الحسن والحسين رضي الله عنهما، كما في سنن الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما. فهذه السورة أيها الإخوة سورة لها أثر كبير في صيانة الإنسان من الشيطان الرجيم، وفي درء أسباب تسلطه ووسوسته. وقد ورد في فضلها أحاديث من ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تر آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق،
وقل أعوذ برب الناس. أيضاً أخرج النسائي في الصغرى من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكب، فوضعت يدي على قدمه فقلت: أقرئني يا رسول الله سورة هود وسورة يوسف. فقال صلى الله عليه وسلم: لن تقرأ شيئاً أبلغ عند الله من قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فهذه السورة سورة لها مكانة ومنزلة كبيرة. أمر الله جل وعلا في هذه السورة نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فقال: قل أعوذ برب الناس. وهذا الأمر أمر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. قل أعوذ برب الناس، رب الناس خالقهم ومدبرهم ومصرفهم وموالي نعمه الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية عليهم، الذي من صفاته أنه ملك الناس، ملك الأملاك ومصرف الأفلاك. خص الناس في وصف الملك للتنويه على شرف الإنسان، وليدل أيضا على عظمة الله جل وعلا الذي هو ملك الناس وملك ملوكهم. فهذا الإنسان الذي أعطاه الله عز وجل قدرة عظيمة وأعطاه عقلا وله من التدبير والتصريف، فكل ما وقع من هذا الإنسان من الأمور التي يتعجب منها الناس، الله جل وعلا هو مدبره وهو مصرفه. ومن ذلك فإن الله سبحانه وتعالى إله الناس، أي المعبود حقا، الذي لا تليق العبادة إلا له سبحانه وتعالى، فهو إله الناس تألهه القلوب محبة وتعظيما، لأنه جل وعلا هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الصفات العظيمة الجليلة لذاته سبحانه ليدل المسلم على أمر عظيم يحتاج كل واحد منا، ألا وهو اتقاء المكاره واتقاء تسلط الشيطان. ولهذا قال سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الناس، ثم ذكر صفاته، ثم قال: من شر الوسواس الخناس، وهو الشيطان الذي من صفاته أنه الخناس، الذي يخنس وينهزم ويولي ويدبر عند ذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا ذكر العبد ربه خنس الشيطان فأدبر وولى. ومن صفات هذا الشيطان الرجيم الذي يوسوس في صدور الناس، فهو يوسوس أي يزين الباطل من الأهواء والبدع والكفر والشرك، وأيضا من الشهوات والمعاصي والفسوق. فالإنسان أشد ما يكون حاجة إلى أن يتعوذ من وسوسة إبليس. ثم هذا الوسواس قد يكون من الشيطان وهو أبو الجن، وقد يكون من شياطين الإنس. ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك فقال سبحانه وتعالى: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، بيّن سبحانه فقال: من الجنة والناس. فأبو الشياطين هو إبليس لعنه الله وكفانا الله شره، وذريته من الجن، وله أتباع من الإنس، له أتباع من الإنس يأتمرون بأمره وينفذون ما يريد من أمور الشرور والمكائد والفتن.
لما أمر الله سبحانه وتعالى وتقدس عباده أن يستعيذوا من هذا الشيطان، دل هذا على أمر مهم وأمر عظيم، وهو أن اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى والاستعاذة به والتعلق به جل وعلا أمان من المكاره، ومن ذلك أمان من نزغات الشيطان الرجيم. ولهذا قال سبحانه وتعالى في آية أخرى: فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. قل أعوذ برب الناس، أي ألتجئ وأعتصم بالله سبحانه وتعالى، أطلب من الله جل وعلا انكفاف الشر ودفع المكروه، كل هذا يقع بالاستعاذة بالله سبحانه وتعالى. الاستعاذة بالله قرينة تحقيق التوحيد، ولهذا كانت الاستعاذة بالله لها معنى أشمل من مجرد طلب العون من الله سبحانه وتعالى في الأمن من المكاره والمخاوف. فالاستعاذة بالله هي توجه القلب إلى الله سبحانه وتعالى، واعتصام القلب والجوارح بالله جل وعلا، والتجاء الإنسان بكليته إلى الله جل وعلا، رغبة إلى الله ورهبة منه سبحانه وتعالى. الاستعاذة بالله انقطاع المخلوق عن المخلوق إلى الله سبحانه وتعالى، فتلجأ إلى ربك متبرئا من حولك وقوتك وجهدك وكل سبب من الأسباب، وأنت على يقين في قلبك أن النافع الذي بيده دفع المكاره هو الله سبحانه وتعالى. فهذا من تحقيق التوحيد، من حقق الاستعاذة بالله فقد حقق التوحيد. فيجب الإخلاص لله سبحانه وتعالى في الاستعاذة، ألا تستعيذ من شيء لا يقدر على دفعه إلا الله، ألا تستعيذ إلا بالله وحده لا شريك له. ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى بإخلاص العبادة، فالاستعاذة عبادة من أجل العبادات. قال الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فالاستعاذة متضمنة معنى الدعاء، والدعاء هو العبادة، ولهذا وجب على كل مسلم أن يخلص العبادة لله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فهذه السورة سورة عظيمة جليلة، وليكن في قلبك مستقرا يا عبد الله أن الله جل وعلا هو الذي يقدر الأقدار ويصرف الأمور، وهو الذي بيده دفع المكاره عنك. قال سبحانه وتعالى: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكل. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. العوذ بالله أمان الخائفين وسكينة القلقين، واللجأ إلى غير الله والتعلق بسواه
سبب الخوف والقلق وسبب الذل والمهانة، فالتعلق بغير الله سبحانه وتعالى من المخلوقين لا يشفي القلوب، إنما الذي يشفي القلوب رب القلوب وهو الله سبحانه وتعالى. فالواجب على كل مسلم أن يكون مؤمنا بالله سبحانه وتعالى، متعلقا به، متوكلا عليه، دائم العوذ واللوذ بالله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن من المخاوف في الدنيا والأمن من المخاوف في الآخرة هو بتحقيق التعلق بالله سبحانه وتعالى، بتحقيق العوذ بالله سبحانه وتعالى واللوذ به سبحانه واللجأ إليه جل وعلا. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة أحد عزم على اللحاق بالمشركين في حمراء الأسد، فأمر الصحابة رضي الله عنهم أي الذين شهدوا هذه المعركة أن يحملوا أسلحتهم. فجاء رجل فقال للرسول صلى الله عليه وسلم وللصحابة رضي الله عنهم، قال لهم: إن الناس قد جمعوا لكم. قال الله سبحانه وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هنا العود بالله عز وجل واللجأ إليه عند المخاوف. موسى عليه الصلاة والسلام لما أمره الله عز وجل أن يخرج ومن آمن معه من مصر، فاتجه فكان في ناحيته البحر، فنظر أصحاب موسى إلى فرعون وجنده فإذا هم قريبون منه، فقال أصحاب موسى إنا لمدركون. فقال موسى عليه الصلاة والسلام: كلا إن معي ربي سيهدي. هنا اللوذ بالله عز وجل والعوذ به واللجأ إليه سبحانه والثقة به واستشعار معيته لأهل الإيمان. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي في النار، في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار. فقال الله جل وعلا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فالعوذ بالله عز وجل واللجأ إليه من أعظم ما يؤمن من المخاوف ويدفع الوساوس الشيطانية. ولهذا المسلم دائما يجب أن يكون مستذكرا ومتذكرا هذه السورة العظيمة، سورة الناس، وأن فيها معلما عظيما، لأننا أيها الإخوة لا نخلو من تسلط الشيطان، لأن الشيطان عدو لنا، كما قال الله جل وعلا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وما دام الشيطان عدوا لنا فإنه لا يفتأ موسوسا لنا بالمعاصي وموسوسا لنا بما يقلقنا وبما يحزننا، ولا مدفع لهذا التسلط الشيطاني إلا بالعوذ بالله عز وجل واللجأ إليه سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا بمنه وبكرمه أن يعيذنا من الشيطان الرجيم، وأسأله أن يعيذنا من كل ما نخاف، وأن يدفع عنا كل ما نكره. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذ أمة الإسلام وبلاد المسلمين من شر الأشرار وكيد الفجار.